مواكب رفع العلمين التونسي والفلسطيني بعديد المدارس عبر العاصمة إيقاظاً للشباب والأطفال التونسيين على الحق الفلسطيني الأزلي في أرضه وتاريخه واستقلاله، مبادرة نفذت اليوم بإشراف تونسي فلسطيني. إعدادية محمد صالح الجبري بحمام الشط واحدة من المؤسسات التربوية التي شهدت الموكب، وقد جدد خلاله رئيس الحكومة هشام المشيشي موقف تونس الثابت متبني القضية داعمها. مساندة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأصيلا لقضيته في حقه في استرجاع أرضه المسلوبة لدى الناشئة في تونس، حي التلاميذ في مختلف ساحات المؤسسات التربوية العلمين التونسي والفلسطيني في حركة رمزية تعقبها جملة من أنشطة توعوية وتربوية في إطار تنظيم تظاهرة أسبوع فلسطين بالوسط المدرسي. من خلال مجموعة من الأنشطة، منها دروس حول وتكوين ودروس حول التاريخ الفلسطيني وبالتالي تعريف بالقضية الفلسطينية، منها كذلك أنشطة ثقافية في كل المؤسسات موجهة في اتجاه القضية الفلسطينية، ومنها كذلك تحية العلمين الفلسطيني والتونسي. وتجدد تونس تأكيد مواقفها الثابتة إزاء دعم قضية الشعب الفلسطيني، حيث أعرب رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى إشرافه على تظاهرة رفع العلمين التونسي والفلسطيني في إعدادية محمد صالح الجابري ببرج السدرية بحمام الشط من ولاية بن عروس، أعرب عن استنكاره للهجمات الشرسة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني، مثنيا على المجهود الدبلوماسي لتونس لحث كل أحرار العالم مع إدانة العدوان الغاشمي بحق الشعب الفلسطيني. المواقف التونسية الثابتة، ونستحضروا اللي أنه القضية الفلسطينية هذه هي قضية التوانسة، واللي اختيار المكان هذايا مدينة حمام الشط هو دليل على المكانة هذية اللي موجودة فيها القضية الفلسطينية في قلوب التوانسة. احنا التوانسة دمنا تخلط مع الدماء الفلسطينيين لأن احنا نمنوا بالقضية هذه. مجهود زاد دبلوماسي كبير قاعدة تقوم به تونس في الفترة هذية لحث كل أحرار العالم إلى إدانة العدوان اللي قاعد صاير على الفلسطينيين. وفي السياق ذاته، أثنى سفير الفلسطيني بتونس هيل الفهوم على هذا التحرك الذي يهدف إلى توعية الأجيال والناشئة بحقيقة قضية الشعب الفلسطيني والصمود أمام الاعتداء المتواصل والغاشم من قبل قوات الاحتلال ومواصلة سياسة التشتيت والإبادة بحقه. هذا ليس تحرك شكلي وبسيط، هو تحرك عميق في إطار تفجر وعي وطني ووعي إنساني، الدخول في إطار استراتيجية تكوينية لأجيال لأبنائنا لبناتنا الصاعدين حتى يعوا بالحقائق الموضوعية لما يجري حقيقة في الأرض. هذه الأجيال ستطور استراتيجية ليس فقط استراتيجية وطنية وإنما استراتيجية كونية لمخاطبة العالم. وحضر موكب رفع العلمين التونسي والفلسطيني ويلي بن عروس والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري وعميد المحامين.